مرحبا بينا فين؟ مراكش. مرحبا بينا في مراكش. مزيانه ياك صحيه. اصبح مالك يا صاحبي العدس اللوبيا كنتي لاباس. الله يسهل لك مراكش. مرحبا بك لنا. بارك الله فيك. عرفها بها مراكش مجيه. مطار واش تقول المتر مطار اخر مره واي سنوات قول هذيك اش بيتي اش هو بيتي هاد باتي معانا ويلي هاد عليا ما معولاش نبات في مراكش ويلي زوين بزاف عجبني كريمه يلا حطات الموتور دابا الموتور دابا غندخلوا لساحه جامع الفنا المهم غنضربوا دويره بمراكش كامله بهذا الموتور هذا اول ستوب عندنا ان شاء الله هو ساحه جامع الفنا انا راه ما نزلت من لاكار ما قلت لكم لا السلام لا حتى شي حاجه ركبت في الموتور مع كريمه هذه هي كريمه شي كلمه وعليكم السلام بارك الله فيك بعدا قبلت انك تستقبليني مرحبا والله الا افيكم والله الا بارك الله فيك شكرا بزاف الاكسبيريونس الموتور في مراكش اول مره كنجربها مازال عندنا شي دويره به سيغ انتوزي نركب لي بالموتور صافي مراكش بالموتور الموتور عاد ندخلوا للفطور دابا حنا غنمشيو للدار اللي علاش قلتي لي العام الجاي ان شاء الله غنبقى انا كريمه غندير انا وياكم خاطر ما يجي رمضان غنبقى نجي نقول نعرف فلان فلاني جاي نفطر احياء الشعبيه تحسب الجو ديال رمضان صافي كيبان لك كيبان لك اي واحد حط شي طبيله فيها مسمن فيها بغرير انت انت كتبغي تعاون كتقول اجي نشري انت شي واحد تيعصر العصير سينو كيبداو يقليو الحوت لا ماشي تيك توك هذا ماشي تيك توك كاين اللي توغيست بزاف عرفتي السياح اش دايرين شحال من واحد تيسلم في هاد البيريود ويلي والله حنا تيصليو التراويح في الخارج الحاجه زوينه في مراكش كتكوني دايزه كتسمعي راجل كبير ولا اي واحد يكون ما قاريش لي لونغ تبارك الله لا هذه بصح كاينه لا حتى كاينه واش اخر مبارك ياك لاباس عليكم لاباس عليكم الحمد لله جاوني الحلال السميده ولا المطلقه ولا الدشيشه اللي فيها قزبر والرباع مزيانه ياك صحيه اشرح مالك يا صاحبي العدس اللوبيا كنتي لاباس ياك مجيه هذيك مجيه ضروري نلبس البهجه ضروري النويطات مراكش خصني ندخل شويه ضروري نتلقى شويه المغاربه شويه راه هادشي اللي كنشوف انا انا لي توريست اقسم بالله سائحه في بلدي هاد السوق هذا سميتو سوق الشكيريه لاحظتي النقط هادي واعره هادي واعره نخليها نخليها في كومونتير واحد روح الدعابه كاينه ما يمكنش ماشي كريم ماشي من عند مراكش يا من عند مراكش كاملو مراكش كامل احنا تندوب على كل شيء على الجماعه مرحبا بك عندنا بارك الله فيك الفطور بارك الله فيك شكرا بزاف الله يعطيك الصحه الله ييسر الامور ميرسي شكرا افيك بليزير بون جورني حبي مسكين عرضني الفطور كاع ما خرج متاهه ما تيقفك زعما راك مراكشيه ياك قالت لي راه غنتلفو في زناقي انا ملي فكرت في ليديا ديال انني غادي نصور غادي ندور شويه في المدن لي في المغرب هنايا نحاول نشوف رمضان كيفاش داير دابا انا غاده ولكن ما عارفاش شنو كيتسناني ماشي شي حاجه سكريبتد يعني كاتبه غنمشي لهاد البلاصه وغندير هاد البلاصه وغنطلق مع هاد الناس لا على حساب انت والاكسبيريونس اللي كتعيش كيفاش دايره ملي تتصوري انت واش الارض ولا الشرب ولا فين تنصورنيش انا ها هو انت الله يسهل لك امرك الله يصاوب لي امين وانا احسن حاجه دعيت معاك انا الله يسهل لك امرك امين يا رب امين مرحبا بكم عندنا في سوق السباغي اللي بيجي تقدا الصوفا والصابره واش المبروك قول شي كلمه اخويا شعيب مبروك عليك خصو القهوه في الدار هي بوز كافي وريهم بوز كافي الا جيتوا لمراكش بوز كافي راه قهوه زوينه ترجع مورا فطور ان شاء الله نجربها مرحبا بك بارك الله فيك شكرا سلام عليك سبسكرايب انا خلاص جيرك شو سميتها ناديه بوقدير ناديه بوقدير بوقدير جيرو ابوني جيرو ابوني صافي شكرا سلام عليكم كي قد الحلوة مني متاع حلويات الكبير الحاج الكبير عنده هذا الحلوة خد
تراديسيونيل تراديسيونيل عاد تبيع الحلوه الشباكيه داكشي رمضان رمضان كاين عنده محل اخر بالكبير المهم اللي جا لمراكش بغى يشري الحلويات بالكبير اصلا كيبان عنده داكشي زوين اصلا ما كيبيعش المغرب شمال هادي ريحه زوينه كيفاش نوصل لهم الريحه كيفاش فارس كي غنديروا واحد الريحه سبيسيال وكاين زوينه كتشم فيها ريحه المغرب والله حتى بلادنا زوينه حق الله العظيم مدام تفرجت مرحبا مراكش تيقولوا لها حريره حامضة علاش حيت كرفتي تبلا تجيب فيها الحامض الحامض ولا عرفتي الا مشيتي لكازا وقلتي شي واحد حريره حامضة يقول لك صافي رميها لا شوف نتوما من الناس اللي كيقولوا حريره حامضة يعني حريره زعما خصها تحيد ولا حريره حامضه لا كتزيدوا فيها شويه الحامض وتشربوه غير هي الاغلبيه ديال الناس كيغلط ملي كيكون كيهضر في الكاميرا كيشوف هنا خاصو باش ملي كتكون كتهضر مع خوتنا وخواتاتنا وصحابنا كتبان كتشوف فيهم يلا دابا غنبداو الدويره ديالنا كريمه مستعده استعد الساعه والصائقه ديالنا كريمه ضروري لبسوا الحمايه الدويره في مراكش قبل الفطور سير على الله اللي غنخليه في مدينة مراكش دويرة عالمية ما يمكنش سلام سلام السلام عليكم اهلا لاباس عليك بخير امورك عالية الحمد لله مرحبا بك بارك الله فيك السلام عليكم خالتي لاباس عليك لاباس عليك بارك الله فيك يا خالتي بارك الله فيك شكرا لا صراحه فايته جايه لمراكش ضروري بارك الله فيك ولكن اليوم وراتني بزاف د البلايص بالموطور الحمد لله لا لا عمري جيت اليوم السلام عليكم الحمد لله كلشي بخير الحمد لله كلشي بخير بارك الله فيك بارك الله فيك عمي كلشي بارك واحد النافوره عجبتني مع دخلت اول حاجه شفت بارك الله فيك دويرة ضربت فينا كريمة واعرة عجبتك واعرة جبنا بها المغرب والله دويرة جبنا بها المغرب جبنا بها المغرب ما يمكنش ولكن راه مراكش تبارك الله واحد الانيمي انيمي بزاف ما كتخوش ما كتخوش شوفي دابا راه شحال بقى شوف شحال ديال الساعه 35 ما بقاش بني عامره تبارك الله الله يسلمك بارك الله فيك شكرا بزاف زوينه بزاف كنت كتقول لي جات لمراكش جات لمراكش ما عرف ما جمع الفنا انت تقول يا بابا ملي جيت لهنا ملي شفت الغراره ما عمرني دخلت كنوصل غير لساحه جامع الفنا وصافي دخلتني دخلنا خلاتنا توضرنا مزيان الزليج الزليج جبتك هنا لا ما تزليج كيعجبني الزليج بزاف على ود الزليج واعر 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 بابا كلي تخيلوا كيفاش يكون بحال هكا اللي باغي قاد اركيتكتور ما تمشي تقلبوا لي على شي اركيتكت ها نيميرو التليفون واجد النوافره هي زوينه نقدر نشوفها جوج نضربوا دويره على واحد النوافره با 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 تبدير المياه والله سنافوره واعره شوفوا منظري شويه زوين الله صافي باش ما مش ما يضيعش عليكم الماء صافي فقتي ساعه باقي ما ادنش ويلي علاش ادنيش التلفاز انا انت ما قربت لاختي لا الجامع قريب مدفع تخيلوا معايا حيت دابا داز التلفاز الاذان تكذب الباط سكر عرف سكر كيف حالك طلعت في الدرجه ما تبلبرت
تحليله زوينه خالتي الله يعطيك الصحه. لا لا من لحقها اليوم. لا جاتني ماما عزيزه لا تعيب ما قلت اه جاتني بوبا جبات له ناديه جا عندها قالت لها ميو 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 بو وحده عيط لي ماما لو جاب وحده جبت واحد مشيش فكرت السميه اللي قلتي لي قلت لها حريره حمضه قالت لي السميه ما عمرني سمعتها عمرني سمعتها قالت لي في كازا حريره حمضه هي حريره خاصها تلا كيقول لك مثلا حل حل الثلاجه جبد ديك الحريره راه حامضه زعما صافي حيده كما كتقولوا الحريره الهادي وتتقولوا الحسوه البيضاء اييه كنقولوا الحريره الحمراء حريره حمضاء حريره بيضاء حريره بيضاء حريره بيضاء ما عندكمش حسوه ما كتقولوش حسوه لا الحسوه ما كنقولوها عندنا حاجه مفلقه هي اللي ديال القمح مفلقه هي اللي ديال القمح القمح مالاس مفلق هذه تقول لي مفلق زعما راه مضروب مضروب كامل سلو 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 سمع كنيتي ويقول لي راه كاينين واحد الناس هنايا مشهورين سكنيتهم بقدير قال لها والو انت تجيهم قال لي تجيهم كاينه هذه الكنيه كاينه تيشوفها تقول لها لا لا انت تتشبهيهم بزاف خاصك تقلبي عليهم تقلبي عليهم انا صراحه مع الفكره ديال داك التيك توك يحيدوه هو كان صالح في الاول كان صالح والله العربي دابا مراكش بارك الله بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا الله بخر مبخر بارك الله على بعدا بارك الله هذا القبو الشفنج حدا تياكل ما دويش الشفنج باللحم بارك الله بعيده هي لا خليتها نتوما بعيده دابا نورمالمون حنا في تنديرو فطور عشاء ولكن حنا جايه انت غادي نديرو في العشاء شي حاجه اللي معروفه بها مراكش نجيه هاد اللقطه هادي اول مره كنشوفها شي واحد يشرح ليا شنو هي هادي لا داك اللي دام الا كان كثير ما يمكنش تجي لمراكش وما تاكلش الطنجيه الطنجيه في رمضان حتى في رمضان في رمضان تناكلوا الطنجيه عاد ترونكيل ضروري ضروري زعما في رمضان كاين انت تزول لها نزاهه هذه الرزه هي عندك بسم الله ها هو الدور ديال الخبز بان دابا هذا مسوس بسم الله كتي توم 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 ولي ظريف اجي توم سعيد توم ناسي توم اه باقي ما كيعرفنيش اخي كريم شكرا جزيلا فيك والله ماشي اخر ادي او ماشي اخر مره ماشي اخر مره صافي هي اول مره اول مره مرحبا بك بارك أيوه. الله فيك والله الا داز لقيتها واعره مع كريمه معها ومع العائله ديالها شكرا بزاف الدوار في مراكش كانت واعره الموطور عاوتاني نعاود مره في الفطار ماشي في رمضان صافي مره في الفطار ان شاء الله مره اخرى في الفطار بالموطور